هل أنت من محبي اقتناء المجوهرات القديمة والنادرة؟ طيب هل بتؤمن بالسحر؟ هل مثلاً اتعرضت لحوادث غريبة بشكل متكرر وما تعرفش إيه السبب لده؟ النهاردة هنتكلم عن خاتم من أغرب ما يمكن واللي ارتبطت باسمه كتير جداً من القصص الغريبة، خاتم عين النمر. مكون من حجر كريم بني اللون وبتتوسطه خطوط ذهبية مدية الخاتم شكل بيشبه عيون النمر فعلا. اشتهر الخاتم انه بيعزز الاستقرار العاطفي والاجتماعي والمالي لكل من يرتديه، فهو حجر العقل اللي بيجمع طاقة الشمس والارض وبيساعد على صقل مواهب الشخص اللي بيقتنيه. والخاتم بيحظى بحراسة شديدة جدا في خزينة احد البنوك المجهولة بولاية لوس انجلوس الامريكية. ولكن ايه حكاية الخاتم ده؟ وليه هو محط كل هذا الاهتمام؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. اعمل لايك للفيديو وتعالى لما احكي لك. بترجع قصة الخاتم لسنة 1924. في الوقت ده افتتن بيه الممثل الإيطالي الشهير رودولف فالنتينو، وقرر شراؤه من أحد المتاجر في مدينة سان فرانسيسكو بعد ما سمع من البائع مزاياه وقواه الخارقة. ولكن الممثل تحت وطأة حبه للخاتم وبحثه عن الاستقرار اللي بيوفره ما سمعش تحذيرات البائع اللي أخبره إن الخاتم بالرغم من كل مزاياه إلا إنه بيجلب الحظ السيء لكل من يرتديه. فالنتينو الممثل الشاب كان في الفترة دي في حياته في أوج نجاحاته الفنية وكان سعيد جدا بالخاتم، وارتداه أثناء تصويره دور البطولة في فيلم The Young Raja، آملا إن الخاتم يساعده على إظهار مواهبه وقدراته في التمثيل بشكل أكبر. ولكن اللي حصل خالف كل توقعاته، فشل الفيلم فشل ذريع. وقتها بس اتذكر فالنتينو تحذير البائع وخلعه الفترة، لكن رجع وارتداه تاني سنة 1926 ليشعر بعدها بأسابيع قليلة بآلام مفاجأة، وبيسقط مغمى عليه وبيتم نقله للمستشفى ليخبره الأطباء بأنه بيعاني من قرح خطيرة. ورغم أن الأطباء قاموا بعمل جراحات للممثل الشاب إلا أنه توفى بسبب تسمم الدم وكان عمره وقتها 31 سنة فقط. بعد وفاته حرصت صديقته الممثلة البولندية بولا نيجري على اقتناء الخاتم بمحض إرادتها عشان يبقى تذكار ليها من خطبها. على طول انتقلت اللعنة للممثلة الشابة اللي اكتشفت إصابتها بمرض خطير فجأة، وكان المرض بيجبرها على ملازمة الفراش، ففشلت حياتها المهنية تماما. وبعد ما خلعت الخاتم من إيدها تمثلت للشفاء دون أن يفهم الأطباء السبب وراء علاجها المفاجئ من المرض. بعد كده أهدت الممثلة صديقها المغني روس كولومبو الخاتم بسبب تشابه ملامحه مع رودولف فالنتينو، وكان المغني في ذروة نجاحه ومعبود الجماهير حرفيا. ولكن برضه أصابت لعنة الخاتم روس، ونشب بينه وبين صديقه براون خلاف عنيف غير معروف سببه، لدرجة أن صديقه أطلق عليه النار ليتوفى وعمره 26 سنة بس. بعد وفاة روس كولومبو أصاب الخوف إخوته، وكانوا مقتنعين بشدة أن لعنة كولومبو هتستمر لحوالي 10 سنين قادمة على الأقل، وخافوا من أثر خبر وفاته واللعنة اللي أصابت حياته لو عرفت والدته بالأمر وأنها كانت طريحة الفراش في المستشفى. فنصح إخوة كولومبو صديقته لومبرد أنها تاخد الخاتم، ولكن لومبرد نفسها توفت بعد 8 سنين فقط في حادثة سقوط طائرتها عام 1942. تم إهداء الخاتم لأفضل أصدقاء روس كولومبو وهو جوزيه، إلا أن جوزيه أخيرا طلع واحد عاقل في القصة دي وفضل أنه ما يرتديش الخاتم واحتفظ بيه في علبة زجاجية محكومة الإغلاق. بعد فترة طويلة قرر جوزيه ارتداء الخاتم، وعلى طول تعرض لحادث سيارة بشع توفى على إثره على الفور. لحد هنا بقى كده في القصة اللي مش فاهمين منها حاجة دي نوصل لنقطتين. الأولى إن الخاتم ده رحيم بالستات وبيكره الرجالة بيموتهم على طول. تاني حاجة إن زي ما كل أبطال أفلام الرعب أغبياء، برضو أبطال القصة دي كلها أغبياء ومش حاسين بخطر الخاتم لحد دلوقتي. لو لسه مكمل معانا اشترك في القناة لو كنت لسه ما اشتركتش، ويلا بينا نكمل. بعد وفاة جوزيه انتقلت ملكية الخاتم لأخوه، وأخوه ده ما آمنش بالخرافات ولا باللعنات هو كمان، وبالنسبة لي كانت كل الأحداث دي ما هي إلا سلسلة من الصدف الحزينة. عشان كده ارتدى الخاتم على الفور متحديا قوته ولعنته المزعومة، إلا أنه في أحد الليالي
تعرض منزله للسرقة، وكان من بين المسروقات خاتم عين النمر، ولكن السارق ما قدرش يسيب المكان غير لما يحصل له حاجة هو كمان وتصيبه اللعنة. فهو خارج أطلق جرس الإنذار في منزل دل، فجت الشرطة لموقع السرقة وأطلقت النار على السارق، ولما فتشوا الجثة طبعا اتلاقوا الخاتم. اقتنع دل بعد الحادثة بمسألة اللعنة وقرر وضع الخاتم في خزنة. وفي أحد الأيام، وبناء على نصيحة المخرج إدوارد للممثل الشاب جاك دونالد اللي كان من المفترض أن يقوم بتجسيد شخصية رودولف فالنتينو مالك الخاتم الأول في فيلم بيصور قصة حياة الممثل، تفتكروا إيه اللي حصل بقى؟ المخرج قال له ياريت تحصل على الخاتم عشان الدور. وبعد حصوله على الخاتم بعشر أيام اتوفى الشاب المسكين إثر تعرضه للإصابة بمرض نادر في الدم. رجع الخاتم تاني لحياز الدل اللي كان قراره حاسم المرة دي أخيرا، وهو الاحتفاظ بالخاتم في علبة مغلقة ظل الخاتم فيها لحد وفاة مالكه بأسباب طبيعية، ليصبح هو أو المالك للخاتم ما تصبوش لعنة ويموت موتة غامضة أو صعبة. بعد وفاة دل تم الاحتفاظ بالخاتم في صندوق في قبو أحد البنوك، ولكن لعنة الخاتم تجاوزت البشر وأصابت البنك اللي تم السطو عليه مرتين، وفي أحد المرات اتسرق الخاتم نفسه، وخلال مداهمة الشرطة تم قتل عدد من أفراد العصابة، الأمر اللي ندم عليه زعيمهم وقال إنه لو كان يعرف إن الخاتم موجود ما كانش ضحى بعصابته ولا كان وداهم يسرقوا البنك ده خالص. ولحد النهاردة في كل عام وفي يوم عيد الحب تحديداً بيذهب كتير جداً من محبي وعاشقي الممثل رودولف فالنتينو لقبره بالهدايا والرسائل، وبيدعي بعضهم إنهم بيشوفوا شبح فالنتينو اللي بيحاول البحث عن الخاتم وتدميره. وفي سبتمبر 2017 تم بيع لوحة شهيرة لفالنتينو ونجري والخاتم موجود فيها، وأطلق على اللوحة اسم الرقيق والجميلة. وحسب المتخصصين في الفن فقد أبدع صديق فالنتينو في تصوير هذه اللحظة الدقيقة من حياة الثنائي الناجحة، قصة غريبة لواحد من أشهر قطع المجوهرات في العالم. لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك وشرفنا باشتراكك في القناة، وأشوفك على خير في فيديو جديد.